على الرغم من ان احنا عندنا في مصر قامات تمثيلية عالية جدا ومواهب تمثيلية كبيرة، الا ان نادر لما بتشوف مسلسل مصري كويس بيشد انتباهك وبيلفت انتباهك. فبصراحة مسلسل الا انا حكاية لازم اعيش كانت من احسن ال10 حلقات اللي انا شفتهم، بالذات لانه مسلسل وراه قصة وراه هدف وراه حاجة نبيلة جدا، غير الاداء التمثيلي الرائع للممثلين الشباب. فبصراحة يعني أحمد خالد صالح ده أنا متوقع له اللي أنا هقوله ده من مسلسل الفتوة في رمضان لو أنت متابعني من أول ما بدأت، ولكن مش ده اللي كان الواو من المسلسل، مش ده اللي أبهرني أكتر حاجة في المسلسل. فاللي أبهرني أكبر حاجة في المسلسل وهو جميلة عوض بدور نور، بصراحة تفوقت على نفسها في الدور ده، أدت الدور زي ما قال الكتاب بالظبط، حسستني فعلا كان بصدق المشاهد. فده حاجة مهمة جدا ان المشاهد يحس ان اللي قدامه ده ما بيمثلش، يحس ان هو فعلا بيقدم حالة، وخصوصا اذا كانت الشخصية دي والحالة اللي بيقدمها حالة مرضية وحالة معتمدة على الشخصية نفسها. لازم انا اصدق، لو انا ما صدقتش انها فعلا عندها بهاء وانها بتعاني التقلبات النفسية دي ما كنتش احب المسلسل وكان المسلسل هيسقط. ولكن هي نجحت وزي ما قلت تفوقت على نفسها بإنها توصل للمشاهد ده. فبصراحة دي كانت أحسن حاجة في ال10 حلقات، فبجد شابو ليها. وممثلة يعني رغم من صغر سنها وإنها لسه شابة وما عملتش أعمال كتيرة، ولكن لها مستقبل كبير جدا لو اتحطت تحت المنظار ولو اتعملت كذا حلقة ليها، ويعني دخلت في أعمال كتيرة يبقى لها مستقبل باهر، لأن زي ما قلت أداءها صادق جدا وأقنعني جدا. وبصراحة أنا كنت مستمتع جدا بالمسلسل ده وبأدائها العالي. طبعا خالد أنور يعني ما شاء الله ليه أدوار كتيرة وبرضه ممثل ليه كاريزما عالية قدام الكاميرا، ولأنه وقف قدام نجوم كبار فبصراحة برضه أداؤه عالي جدا. فأنا شايف إن هو يعتبرش مبتدئ برضه زي جميلة عوض، فلكن هو يعتبر نجم خلاص يعني أداؤه التمثيلي كويس. بس جميلة عوض ده أول حاجة تلفتني ليها وحاجة أبهرتني جدا. طبعا نجلاء بدر مش هينفع نقول عن فيها حاجة لأنها بصراحة نجمة كبيرة يعني خلاص كأداء تمثيلي خارج النقاش يعني، بس هنتكلم على النجوم الصاعدين. المسلسل بيعرض فكرة التنمر وبيعرض الفكرة إن هو دول إنسان ودول بشر، وده حاجة مش معدية، كمرض البهاق مش معدي، وإن دول لهم حقوق علينا وإن لازم نديهم ثقتهم في نفسهم. ولكن المسلسل زي ما قلت الفكرة كويسة جدا، ولكن تنفيذ الفكرة كان ضعيف نوعا ما رغم الأداء التمثيلي اللي أنا اتكلمت عنه في أول الحلقة. فحسيت بصراحة بملل في التسلسل الدرامي للأحداث، فكان تحس كده إن هما ماشيين بالراحة خالص في القصة، زائد إن هما ادوا الجزء الأكبر اللي هو تقريبا 95% من المسلسل لشخصية نور وهي مش واثقة في نفسها، لشخصية نور وهي متأثرة نفسيا، لشخصية نور وهي مكتئبة. ما ادوش بس غير آخر نص حلقة وهي خلاص وثقت في نفسها بقى لما حبيبها اللي هو خالد انور عمل وادها الثقه في النفس. فانا ده ما عجبنيش، كان نفسي تدي يعني تجيب لي وهي واثقه في نفسها بقى، يعني ده كان هيدي ثقه كبيره جدا للمشاهدين اللي بيعانوا من نفس حالتها او بيعانوا من التنمر عموما. ان انت تجيب الحاله بقى وهي عايشه حياتها صح وانها عايشه حياتها ومش همها الناس ومش همها نظره الناس وواخده حقوقها وواثقه من نفسها، ده كان هيوصل الفكره ويوصل الرساله اكبر بكتير من اللي انت عملته ده. فزي ما قلت هو المسلسل عبقري وفكرته حلوه وكويس جدا، ولكن اتنفذ بطريقه ضعيفه جدا بالنسبه لي. دي وجهه نظري ان هو كان محتاج اللي انت تمط شويه في يعني قصدي تقلل شويه من الاحداث اللي انت عملته ده كله، مثلا تدمجه تخليه مثلا 7 حلقات وتخلي اخر 3 حلقات من المسلسل وهي بتتعايش بقى مع الوضع وانها واثقه في نفسها وبتعيش حياتها عادي ومش هيهمها الناس وبتنجح في شغلها وخلاص بقت طبيعيه وناجحه وعاشت حياتها رغم التنمر ده. زي ما قلت ده كان هيدي الرساله بشكل اكبر، وكان هي يعني هيوصل رساله اكبر ويدي ثقه للناس اكبر اللي بتعاني من الحاله دي. بس يعني ده تعليقي بس الوحيد عن الحكاية دي. بس بصراحة عموما الفكرة كلها كمسلسل كائن لنا كويسة جدا، وإن شاء الله هنعمل برضو حلقة عن الحكاية اللي شغالة دلوقتي اللي هي ربع عراض، هنتكلم فيها مطولا لأنها واخدة ضجة كبيرة برضو على السوشيال ميديا. بس دلوقتي خلينا في الحلقة دي لحد ما الحكاية دي تخلص بس. وكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات بالذات في الجزء بتاع ان هو كان المفروض يدوها مساحة اكبر وهي خلاص واثقة في نفسها ده.
واتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت وانت مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.